لا يقدر أغلبية الناس مدى سهولة البقاء على تواصل مع أحبتهم في الوقت الحاضر. كل ما عليك فعله هو الإمساك بهاتفك الذكي واختيار أحد تطبيقات المراسلة الوفيرة. لكن كيف بقي الناس على تواصل قبل ظهور الهواتف الذكية المزودة بمعرفات الوجه وكاميرات بدقة عالية جداً؟ قبل حوالي 30,000 سنة وبالقرب من نهاية العصر الحجري، لم أكن موجوداً في ذلك الوقت. عاش الناس في كهوف ولم يعرفوا أي شيء عن الهواتف، لكن كانوا يعرفون كيفية الرسم على الجدران. ابتكروا نظام رموز وتركوا هذه اللوحات الصخرية في الكهوف للتواصل مع بعض. بدا هذا النظام إلى حد ما كنوع من رسائل وسائط متعددة قديمة، فقد احتوت اللوحات على الكثير من المعلومات المفيدة مثل أول تقويم أو معلومات عن التاريخ. إشارات الدخان كانت وسيلة رائعة للتواصل من مسافات بعيدة. قام اليونانيون بتطوير نظام إشارات دخان أبجدي في عام 150 قبل الميلاد. حولت جميع الحروف اليونانية إلى رموز رقمية، وأرسلت الرسائل رسائل نصية قصيرة بدلاً من رسائل وسائط متعددة بسهولة بواسطة شخصين يحملان شعلتي نار. ودعنا لا ننسى بشأن العدائين، كانت بعض الأقاليم التابعة لليونانيين والرومان بعيدة للغاية عنهم، لدرجة أنه لا يمكن رؤية إشارة دخان من تلك المسافات. لهذا السبب جرى أفراد مدربون وسريعون من مكان لآخر لتسليم الرسائل. كانت هذه الرسائل خطابات في غاية الأهمية، مثل أوامر عسكرية أو قوانين وجب تطبيقها فوراً. ولو استمرينا في المقارنات فإنها كانت شبيهة نوعا ما بالإيميلات. كما كان الحمام الزاجل ممتازا في توصيل الرسائل. ظهر الحمام الزاجل في العصور القديمة، لكن لا يزال بعض المتحمسين يستخدمونه في الوقت الحاضر أيضا، ولكن من باب المتعة وليس الحاجة الحقيقية. يعتمد الأمر بأكمله على قدرة الحمام الطبيعية على معرفة طريق العودة، لكن ضع في الحسبان أنه لا يمكنك مجرد ربط رسالتك بأي حمام تراه في الشارع. يجب أن يكون حماما زاجلا من نوع معين يعرف كيفية التنقل عبر مسافات طويلة. تواصل الناس في بعض المناطق بمساعدة الطبول. كانت هذه الطبول قوية جدا لدرجة أنه يمكن سماع صوتها في قرى تبعد بضع كيلومترات. وكانت هناك مجموعة خاصة من إشارات الطبول المستخدمة للإشارة إلى أمور مهمة، وقد عملت مثل ما عملت شفرة موريس. ابتكر سامويل موريس وسيلة التواصل هذه في بداية القرن 19. شفرت جميع حروف الأبجدية على شكل مجموعات من نقاط وشرطات. يعتقد الأغلبية أن شفرة موريس هي نظام صوتي للتواصل، لكن قد يكون بصريا أيضا لأنه يمكن مشاركته كومضات ضوئية. لكن لنتخطى بعض الوقت، أعني الكثير من الوقت، ونهبط في منتصف القرن 20. بحلول ذلك الوقت كانت قد مرت بضعة عقود منذ أن بدأ الناس في استخدام الراديو للتواصل، وكان الوقت قد حان لاختراع جديد وثوري. أعلم أنك تتخيل الآن أحدث منتج لشركة الهواتف الذكية المفضلة لديك، لكن ليس بهذه السرعة. فبالكاد استطاع الناس حمل الهواتف المحمولة الأولى في أيديهم. كانت كامل عملية الاتصال ثقيلة، وأعني ذلك حرفيا، وغير مريحة وخرقاء للغاية. ظهر جد الهاتف المحمول الحديث في السويد عام 1960، وكان أبعد ما يكون عن الهاتف الذكي النحيف للغاية، فقد كان ضخما وثقيلا للغاية، ولم يكن في الواقع قطعة واحدة، بل نظاما معروفا باسم نظام الهاتف المحمول A. كان النظام آليا بالكامل، مما يعني أنه يمكن نقله من مكان إلى آخر، لكن ستحتاج إلى سيارة لنقله، لأنه يجب تركيب السماعة بالداخل. كما احتاج هذا الجهاز المحمول إلى مشغل لإعادة توجيه المكالمات، لذا ستتفق على الأرجح بأن حمل صندوق معدني ضخم معك أينما ذهبت بالسيارة لم يكن مثالا مثاليا للاتصالات اللاسلكية. تم إجراء أول مكالمة من هاتف محمول حقيقي في عام 1973، عندما قام مارتن كوبر كبير مهندسي موتورولا بالاتصال بالشركة المنافسة، وأخبرهم أنه كان يتحدث من هاتف محمول.
لكن لم يذكر أن الجهاز الذي استخدمه كان يزن كيلوغراما واحدا واحتوى على هوائي، وبلغ طوله حوالي 23 سنتيمتر وعرضه 10 سنتيمترات، وله لقب جميل الطوبة. كان بإمكانك الاستمتاع بمحادثة لـ30 دقيقة ومن ثم شحن الجهاز لعشر ساعات. تم إصدار الموديل التالي بعد 10 سنوات فقط في عام 1983، وكان أول هاتف محمول تجاري. إن كان الزبون مستعدا لدفع $4000 تقريبا، فيمكنه الحصول على هاتف يمنحه نصف ساعة للتحدث وست ساعات للشحن. كما يمكن للجهاز تخزين ما يصل إلى 30 رقم هاتف. وللأسف حتى مع هذا السعر الغالي لم يكن أداء الهاتف ممتازا. كما يمكنك أن ترى، فإن شركات التصنيع في الأيام الأولى للهواتف المحمولة استهدفت رجال الأعمال الذين قادوا سيارات سريعة وسافروا بالطائرات أكثر من البقية. هذا أحد الأسباب في أن الهواتف المحمولة الأولى كانت مصممة في الغالب للاستخدام في السيارات، ولم يتسع لها جيب البنطال. على أي حال، في عام 1989 ظهر أول هاتف محمول متنقل، موتورولا مايكرو تاك 9800X في السوق. ونعم، عندما قلت متنقل فقد عنيت أنه يمكن أن يتسع له جيب القميص إن كان كبيرا بما يكفي. كان الجهاز مصنوعا من البلاستيك ولونه أسود، واحتوى على غطاء يمكن فتحه وإغلاقه. ورغم أن الهاتف أطلق عليه بفخر اسم مايكرو، والذي يعني صغير، إلا أن طوله كان يزيد عن 23 سنتيمتر ووزنه أكثر من 340 جرام، ويعادل ذلك ثقل علبة شوربة معدنية. على الأرجح أنه ثقيل جدا على جيب القميص. حدث إنجاز مهم للغاية في عام 1992، تم إرسال أول رسالة نصية على الإطلاق، وكان نصها عيد ميلاد مجيد. إنه العام 1994، حيث رأى أول هاتف ذكي النور. لحظة، عندما أقول هاتف ذكي فإنه ليس الشيء الذي يخطر على بالك. كان الهاتف والذي أطلق عليه جهاز اتصال IBM سايمون الشخصي أشبه برزنامة أكثر من هاتف محمول. الأشخاص الذين أنفقوا $900 لشراء هذا الجهاز تمكنوا من إنشاء قوائم جهات اتصال ومهام وإجراء مكالمات. هذا كل ما استطاع سايمون التعامل معه، بالإضافة إلى أن بطاريته استمرت لساعة واحدة فقط، ومع ذلك فقد اشترى الزبائن أكثر من 50,000 وحدة. وبالتدريج بدأت الهواتف المحمولة تصبح أنحاف واكتسبت ميزات جديدة، كما أصبحت أقل تكلفة من ناحية السعر. بالإضافة إلى ذلك، في عام 1995 شهد الناس أول ظهور للألوان. سايمونز S10 قدم لمستخدميه مجموعة كاملة من 4 ألوان، وبعد ذلك زادت سرعة عملية تطوير الهاتف الذكي. حلت نهاية التسعينيات وتعجب مستخدمو الهواتف المحظوظون لرؤية الإنترنت والإيميل على هواتفهم. وفي عام 1997 أطلقت لعبة الثعبان الأيقونية على هاتف نوكيا 6110، وشكل هذا الحدث بداية ألعاب الهواتف. بالمناسبة، إن لم تشعر بمرور الوقت أثناء لعب لعبة الثعبان ذات مرة فأخبرني في التعليقات أدناه، أريد أن أرى كم عددنا. في نوفمبر 2000 بدأ رسميا عصر الهوس بصور السيلفي، أو ربما بدأ بعد ذلك بفترة، لأنه عندما ظهر أول هاتف محمول في العالم مع كاميرا مدمجة بالكامل لم يكن يعرف الناس مصطلح صور السيلفي. تم إطلاق الهاتف المدعو JSH04 بواسطة شركة شارب. تضمن الهاتف كاميرا مدمجة ب 110 ألف بيكسل وشاشة عرض ب 256 لون. كان وزنه أقل من 85 جرام، وذلك أثقل قليلا من كرة التنس، وبلغ طوله 13 سنتيمتر. كان أخف وزنا بكثير وأصغر بمرتين تقريبا من الهواتف المحمولة الأولى. توفر الهاتف في اليابان فقط، ولم يهتم العالم الغربي بهواتف الكاميرا إلا بعد عامين. في عام 2007 ظهرت أول هواتف ذكية مزودة بشاشة لمس في السوق،
وبحلول عام 2011 أصبحت هذه الهواتف الذكية جزءاً مهماً من حياتنا. إنترنت الجيل الرابع، والتعرف على الصوت، وتطبيقات الصحة واللياقة البدنية، والكثير من الميزات الرائعة الأخرى جعلت الهواتف الذكية غرضاً لا يمكن الاستغناء عنه للأغلبية. لكن الهواتف الذكية الحديثة مختلفة بشكل مذهل عن الهواتف المحمولة الأولى. يبلغ سمك أنحف هاتف ذكي حالي أقل من 5 بوصة، وشاشته ليست أعرض من عود سباجيتي. ورغم نحفها الشديد، فإن هذه الهواتف الذكية تعج بتطبيقات مفيدة ومسلية. كما أصبحت الهواتف الذكية أخف وزناً بكثير، يبلغ وزن أخف هاتف حوالي 85 جرام، وذلك أخف من رزمة بطاقات لعب، كما تقلص حجمها بشكل كبير. في الوقت الحالي يمكنك وضع أصغر هاتف ذكي في أي جيب تختاره، لأن حجمه لا يزيد عن 11 سنتيمتر. في الوقت نفسه لا يريد الجميع أن يكون هاتفهم الذكي صغيراً للغاية، فكلما كانت شاشة العرض أكبر أصبح من السهل مشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب. لهذا السبب تتضمن الكثير من الهواتف الذكية شاشات كبيرة الحجم بوزن خفيف للغاية. في نفس الوقت يصل طول أكبر شاشة هاتف إلى 20 سنتيمتر، مما يجعله مقارباً لطول الهواتف المحمولة الأولى. وفي الختام، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.